برحب بحضراتكم مرة أخرى بنحتفل ب 30 يونيو. إحنا احتفالنا بيبقى بالعمل، وعلى فكرة أنا اتعلمت ده بالفلاح المصري. يعني لما تيجي تتكلم مع الفلاح أو المربي في الأعياد هتلاقيه بيشتغل. احتفالاته وحياته اليومية كلها مرتبطة بالعمل. مكاسب من ضمن المكاسب اللي حققتها ثورة يونيو، لما كنا بنتكلم على قطاع الثروة الحيوانية في مصر كنا دايما بنتكلم على التحديات اللي هي كانت بمثابة مشاكل حقيقية بيصطدم بها المربي أثناء رحلته العملية وما كانش ليها حلول موجودة. كان دايما المربي لما بيتكلم معايا أو قابله في أحد اللقاءات وأنا موجود في محافظته يقول لك الأعلاف غالية جدا، هي الدولة ما بتسألش عننا ليه؟ ده الدواء اللي موجود مضروب، ده كلام المربي. ودايما لما كنت اساله طب ومشروع قرض البتلو اخباره ايه، يقول لي يا ده كان موجود زمان كنا بنسمع عنه بس ده للناس الكبيره مش ليا انا، انت بتقول ايه؟ كنت انزل عند المربي وعنده قطعه او اتنين ماشيه وابتدي اتكلم معاه يقول لي بص احنا بنشوف اصناف في المزارع الكبيره نفسنا تبقى عندنا ما بيرضاش يبيعولنا منها. كنت بسمع الكلام ده قصص وحكايات وامشي ودور على حلول عند المسؤولين، كان صعب جدا لان هي كانت محتاجة قرارات سيادية، يعني كانت محتاجة فعلا قرار سيادي وإرادة سياسية ان هذه المشاكل تنتهي، ممنوع الاحتكار. وهذا ما حدث. في غضون سنوات الوضع اختلف بالنسبة لقطاع تنمية الثروة الحيوانية في مصر. ده مش كلام، دي نتيجة لرؤية شفتها على أرض الواقع بنقلها لحضراتكم. المربيين اللي بيشوفوني النهاردة حضراتكم أرقام التواصل هتنزل دلوقتي، عايزكم تشاركوني، واللي عنده مشكلة يقولها عشان نناقشه فيها ونتكلم، وعشان يحكي لي إيه اللي كان بيحصل في السنين اللي فاتت واللي بيحصل دلوقتي. هي المشاكل خلصت؟ لا ما خلصتش، لأن إحنا بنشتغل لسه، لأن إحنا عندنا مجهود وكل مرحلة بنقول لا في أحسن وفي إنتاجية أفضل وفي توسع أكتر من كده. النهارده بيشرفني وجود الاستاذ الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه. كل عام وحضرتك طيب. وحضرتك بكل خير، ومصر الكريمه العزيزه بكل خير يا رب. كل عام وكل الساده المشاهدين وحضرتك بخير. وحضرتك بالصحه والسلامه. مشرفني يا دكتور. انا كان ليا عظيم الشرف ان كنت يعني شاهد، يعني المجهود كان كله مجهود حضراتكم كمسؤولين داخل وزاره الزراعه منذ بدء عمليه تطوير قطاع الثروه الحيوانيه. كانت البدايه بمشروع قرض البتلو واحياء هذا المشروع الهام. بدايات هذا المشروع كان شكلها ايه؟ التطور اللي حصل في مراحله الى ان وصلنا لهذه المرحله. بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع القومي للبتلو كان بداياته القرار الوزاري 72 لسنه 17 بمنع ذبح البتلو والحفاظ على الثروه الحيوانيه او الحفاظ على الرؤوس وعدم ذبحها قبل 400 كيلو جرام على الاقل. طبعا البتلو ده حيوان بيتذبح او عجل بيتذبح في اوزان لا تتجاوز ال 100 كيلو جرام، بيبقى نسبه التصافي اقل من 50%. باختصار بلاقي الراس الواحده بتديني تقريبا اقل من 30 كيلو جرام من اللحوم. بقرارات وضوابط وزاره الزراعه ومنع ذبح البتلو اصبح العجل يثمن الى 400 كيلو جرام على الاقل، هنا نسبه التصافي بتزداد الى 60%، وبالتالي الراس اللي كانت بتصفي لي 30 كيلو جرام من اللحوم تقريبا، لا ده دلوقتي ممكن تديني في حدود 240-250 كيلو جرام من اللحوم. يبقى دي تنميه رأسية للثروة الحيوانية والحفاظ على الثروة الحيوانية من الإهدار، والرأس الواحدة بيزداد إنتاجها إلى 8 أضعاف ما كانت عليه. في نقطة هنا، ولكن القرارات والضوابط، قرار بمنع الذبح غير كافي، لأن أنا من يعني من وجهة نظري وأنا بسمع الفلاح حط نفسي مكانه، هو بيقول لك أنا عندي عجول بتلو مش لاقي أكلها هعمل فيها إيه؟ هذبحها. احنا حطينا نفسنا مكانه. ففعلا حضراتكم حطيتوا نفسكم مكانه. الراجل ده هل من المقبول هقول له ما تذبحهاش؟ طب انا مش عارف اكلها. هو كان بيقول ايه بقى؟ اكلها ولا اكل ولادي؟ فمن هنا قرار المنع ما كانش مجدي، هو لوحده مش كفايه، لان معلش هو العجل اللي بتقول له انا بتكلم بكل صراحه يا دكتور طارق، مش هروح المجزر عشان اذبحه. تمام. والطبيب البيطري هيرجعني يقول لي ده ممنوع ذبحه. لا ده بالسكينة وخلصت. وبالتالي كان قرار بتشكيل مجلس إدارة للمشروع القومي للبتلو برئاسة معالي الوزير
والسيد نائب الوزير هو مقرر المجلس. وهنا زي ما حضرتك قلت بالظبط ان هو المربي او الفلاح او المزارع هو بيذبح الحيوان لان اما محتاج فلوسه عايز يبيعه او محتاج فلوس يغذي بيه. فبالتالي تم ادراج المشروع القومي للبيتيلو من ضمن المشروعات المتوسطه والصغيره للاستفاده من مبادره البنك المركزي والاقراض ب 5% سواء كان للشراء او للتغذيه. وخلينا اقول لحضرتك ان احنا يمكن بدانا سنه 2017 المشروع القومي للبيتيلو كان في بدايات ب 100 مليون جنيه وكانت العمليه ماشيه فعلا بطيئه جدا وكان في تخوف يعني ان عدم اقبال المربيين وعدم اقبال المزارعين والمنتفعين على المشروع القومي او على الاستفاده من الاقراض والتمويل من المشروع القومي. انت كان قدامك حاجتين، اولا قرار المنع لوحده مش كفايه فكان لازم يبقى فيه حافز، الحافز ايه؟ انت محتاج، دكتور طارق بيقول لي حطينا نفسنا مكانه، انت محتاج فلوس عشان تغذي ادي اتفضل الفلوس، محتاج فلوس عشان شراء ادي اتفضل الفلوس بس اشتغل، وده اللي المربي عايزه لان زمان يا دكتور طارق كانوا بيفتخروا بعدد الحيوانات اللي موجوده في الحظيره. فدي كانت ميزه جميله، الراجل ده بيرجع مربي مره ثانيه، انا في ناس بتكلمني يقول لي خدت القرض ثلاث مرات. المره الرابعه في حاجه معصلجه معايا. لا ده انا عايز اقول لحضرتك كمان في الاجمل من كده كمان ان الكثير من المربيين دلوقتي او المستفيدين لما بيجي يرجع القرض بيقول شكرا انا اقدر دلوقتي اصبحت قادر على تملك مشروع وعلى اداره مشروع وعندي فكره دلوقتي عن التربيه والتغذيه والرعايه والايواء وكافه العمليات اللازمه بالتربيه والتسمين ودوت بالفعل حصل وخلوا القرض يستفيد بيه غير 100 مليون جنيه. زي ما بقول لحضرتك احنا بدانا ب 100 مليون سنه 2017، سنة 2018 و2019 تم إضافة المبلغ المخصص للمشروع القومي للبيتيلو ب 400 مليون جنيه كمان. سنة 2020 فقط تم إضافة المبلغ المخصص للمشروع القومي للبيتيلو 3 مليارات و600 مليون جنيه. سنة 21 تم إضافة أيضا مليار جنيه للمبلغ المخصص للمشروع القومي للبيتيلو. يبقى احنا النهارده بنتكلم في 5 مليار و100 مليون جنيه بعد ما بدأنا ب 100 مليون جنيه. استفاد من المشروع القومي للبيتيلو لغاية النهاردة ما يزيد عن 28 ألف مستفيد من صغار المربيين والسيدات وشباب الخريجين لتسمين وتربية حوالي 309 ألف رأس من المشية بإجمالي قروض 4 مليار و600 مليون جنيه. طبعا زي ما حضرتك عارف ان يمكن خرج من تحت مظله المشروع القومي للبيتيلو كمان المحلي ما يعرف بالبروتوكول الرباعي، تفعيل البروتوكول الرباعي ده كان في يناير 2020 ما بين اربع جهات، وزاره الزراعه ووزاره التموين وجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه والبنك الزراعي المصري، وكمان تم عقد بروتوكول في اكتوبر 2020 ما بين وزاره الزراعه والبنك الزراعي المصري وجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه. احنا متفقين ان جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه شريك مع وزارة الزراعة في توفير الأمن الغذائي للشعب وهما جهتين لا يهدفا إلى الربح. هنا بيتم تدبير وتوفير عجول محسنة وراثية سريعة النمو مستوردة لتوزيعها على صغار المربيين والمزارعين. بيتم الاستيراد من قبل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية طبقا لكافة ضوابط واشتراطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبيتم حجر الحيوانات في محاجر تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وتحصن بكافة التحصينات اللازمة ثم يتم توزيعها على صغار المربيين والمستفيدين. كمان يمكن كان في توجيهات للقيادة السياسية فخامة رئيس الجمهورية بمشاركة جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية معانا في المشروع القومي للبيتيلو لما لديها من شبكات تواصل اجتماعي أوسع مع صغار المربيين. وبالفعل كان جمعية مصر الخير شاركت في المشروع القومي للبيتيلو بتوفير عجول مستوردة محسنة وراثية وسريعة النمو مقارنة بحيواناتنا المحلية. أنا عايز أستوقف بس المربيين. عشان في نقاط المزارع أو المربي هو اللي بيسأل عنها النهارده، هل انا الفايده بتاعتي 5% فقط ولا في اي اعباء اخرى؟ انا عايز اقول لحضرتك هي الفايده 5% شامله المصروفات الاداريه وهي بسيطه متناقصه. وبالتالي لما بنتكلم على البتلو المحلي بيبقى 5% على مدار سنه، لما بنتكلم على المستورد اللي هو بيكون
قرض قصير الاجل دوره التسمين فيه من 6 ل 8 شهور، وبالتالي بتبقى الفايده من 2.5 ل 3.4% تقريبا طبقا لعدد الشهور او نسبه الشهور يعني من حتى السنه. حتى المحل اللي هيسدد على 6 شهور يعني هتبقى الفايده 2.5%. هي بسيطه متناقصه، بيتحاسب على عدد الشهور، 5% شامله المصروفات الاداريه على مدار السنه. طيب هو برضو في مصاريف تانية بتظهر، ودي انا بلقي الضوء عليها علشان احنا في شفافيه. لما يجي بيأمن على الماشيه دي بتبقى لا، التأمين على الماشيه ده شيء اساسي، عشان الناس تبقى عارفه، لان حضرتك لا. هو انا متاكد، خليني اقول لحضرتك ان كان من توجيهات معالي وزير الزراعه للتبسيط والتيسير على الاخوه المستفيدين من المشروع القومي للبتلو، ان التأمين على البتلو في او على الحيوانات المسمنه ضمن المشروع القومي للبتلو في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وبنسبة مخفضة تقريبا 50% أو أقل من 50% من قيمة التأمين أو من سعر التأمين في الحالات العادية. كمان يمكن تبسيط برضو معالي الوزير على الإخوة المستفيدين من المشروع القومي للبتلو وصغار المربين، ألا يجبر على أو ما بيطلبش منهم رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط، ولكن بنكتفي بمعاينة ثلاثية من قبل البنك الزراعي المصري وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لنستوصي. دول مين؟ صغار المربين اللي هم بيستفيدوا أو المستفيدين المتقدمين للاستفادة من صغار المربين، عشان حضراتكم في البداية تعرفوهم قعدتوا فترة وأنا نفسي كنت يعني محتار. صغار المربي ده ما هوش اللي عنده قطعة ماشية، ده اللي هو عنده طيب 10. هو لغاية المشروع القومي اللي بتلو المحلي لغايه 20 راس، محلي 20 راس كمان ما بيجبروش على رخصه التشغيل، رغم ان رخصه التشغيل على فكره بتطلع دلوقتي في خلال يمكن 24 ساعه وبحد اقصى اسبوعين، ولا بنطلب منه تصريح مزاوله نشاط، ولكن احنا بننمي ثروه حيوانيه وبنحافظ على مربي، بنحافظ على ثروه حيوانيه، وبالتالي بيتم معاينه ثلاثيه من قبل ثلاث جهات اللي هي البنك الزراعي المصري وده الجهة الممولة وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لنستوثق ونتيقن من وجود مكان مناسب للإيواء والتربية والتسمين. ده ليه مردود تاني هتكلم فيه بس معايا أستاذ عادل بقاله فترة. أستاذ عادل من الأيوبية اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في سعادتك وبرنامجك العظيم. الله يكرمك يا أستاذ عادل الفلاح، الله يبارك فيك. الله يكرمك، اتفضل. الله يخليك. انا لا مشكله ثانيه، انا افتكر عندي كان عندي بقره، كان عندي بقره فرنساوي كان جالها التهاب ذرع وعندها ربع مش شغال خالص. تمام وكنت ملقحها وتلقيح برضه فرنساوي. طيب وبنتها دلوقتي وهي واقفه بتطلع اصوات من ورا كده، عندها انتفاخات يعني بتجيب كتير، بس اديتها افوماك. هي استسمحك بس هي دي يعني معلومات فنيه، فدي هتحتاج تواصل فنيه دقيقه، فحضرتك هتتواصل معايا فورا بعد البرنامج، وحضرتك فورا هيتوجه لحضرتك حد من اقرب اداره بيطريه واداره زراعيه لحضرتك. دكتور طارق هياخد رقمك هيوصله للطب البيطري هيجوا يفحصوا، لان انت بتقول حاله مرضيه محتاجه فحص. بشكر بس حضرتك علشان ما نجيبش سيره ادويه على لا العام لا لا. وتعمم يا حاج حسن. حاج حسن منين؟ احسن ناس، اتفضل يا حاج حسن. نبقى معالي الباشا ان احنا كل سنه بنورد الملح مبدا من 3 شهور و4 شهور وحاليا ما لاقيش اسم بني ادم. بشكرك يا حاج حسن، هنتابعك في الاسمده بعد اذن حضراتكم الزملاء في الاعداد. المداخلات مرتبطه بقطاع الثروه الحيوانيه فقط. عارف بقى يا دكتور حضرتك النهارده بتقول لي ايه؟ المربي الصغير اللي هو العجول البلديه 20 راس انا مش هطلب منه رخصه تشغيل. ده بيؤدي الى ايه؟ ان الراجل اللي شغال ده بدون رخصه تشغيل او مكان مناسب، انت النهارده بتعمل له تنميه عشان يشتغل ويكسب، فيقدر ان هو يطور من وضعه ويقدر يحسن من المكان اللي بيربي فيه، بدل ما يبقى عنده حظيره ما تنطبقش عليه المواصفات يبقى عنده يمتلك الامكانيه ان هو يبقى صاحب مزرعه كبيره. يمكن دوت اللي واضح مردود زي ما قلت لحضرتك، احنا بدانا ب 100 مليون في سنه 2017 وكنا ماشيين يعني بطيء جدا، دلوقتي الحمد لله احنا تم صرف وتمويل 4 مليارات و600 مليون جنيه، فده في حد ذاته بيدل على العدد ونسبة السداد 100% تقريبا، وده بيدل على حاجتين بصراحة. أول حاجة التزام الإخوة المستفيدين بتوجيه القرض فيما خصص من أجله، ولا يوجه في أي شيء آخر غير للتسمين والتربية.
الحاجة الثانية المتابعة المكثفة والصارمة من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية. يمكن حضرتك متابع وعارف معنا أن المتابعات بتاعتنا ودي طبقا لتوجيهات معالي وزير الزراعة والسيد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والدجنة، متابعتنا مش الغرض منها رصد مخالفات بقدر من أن الغرض الأساسي منها اكتشاف أي مشكلة على أرض الواقع سواء كانت رعائية أو بيطرية أو صحية أو غذائية أو إدارية، والعمل على تذليلها وحلها بشكل فوري وسريع. طيب أستاذ مصطفى من كفر الشيخ اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا اتصلت عليك ثلاث مرات بس فاكرني؟ لا مش فاكر، قول لي المشكلة على طول. المشكلة اللي أنا ليا ثلاث عجول نافقين دلوقتي في مشروع البتل. أيوه. وإيه الإجراءات اللي تمت؟ الإجراءات كلها تمت، واللي في اللي ما بقاله 8 شهور دلوقتي وفي اللي بقاله 6 شهور. أيوة صندوق التأمين على المشاريع رد على حضرتك قال لك إيه؟ طب أنا أتواصل بس عايزين نعرف يا دكتور طارق، هعرف منه برضو علشان أنا. صندوق التأمين على المشاريع رد عليك قال لك إيه؟ صندوق التأمين على المشاريع كان فيه 2 قبل كده وأنا كلمتك، وفي واحد ردوا عليه قالوا لي هو عشان ما كانش مظبوط في الوحدة، طب هما وعملوا تظلم، عملت تظلم وبعتوا مدير الوحدة البيطرية في بلطيم بعت التظلم للهيئة في مصر ولحد النهارده ما حدش رد عليا. لا انت حالتك انت عارف انت ما حصلش متابعة اصلا. انا يعني استأذنت الدكتور طارق وبناقشك لان انا ما فيش حد بيكلمني الا ما بدارس مشكلته، وانت كلمتني 3 مرات، انت ما تابعتش اثناء فترة المرض بتاعة المشاة دي مع الطب البيطري، وكان تعاملك معاها بعيدا تماما عن مديرية الطب البيطري بعد ما حصل النفوق. لا ده كان ردهم. الدكتور طارق سليمان هيتابع لك الموضوع ده بقى بنفسه، هنديله رقم تليفون حضرتك وهيكلم صندوق التأمين على المشاة وهناخد منه بقى الرد السليم والنهائي. بشكر حضرتك والله. استاذ حسن من مرسى مطروح اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انا كلمتك اول امبارح يا فندم على البهايم اللي خدت توقيع عندي دي ماشي وبتولد ما بتغيب عن المدرسه. الطب البيطري يكلمك ونسق معاك صح؟ وكلمني ونسق معايا وقال ان شاء الله باذن الله هبعت لك الاستاذ اسامه ادوا لك ميعاد وكلموك امبارح وادوا لك ميعاد ان هم هيجوا يفحصوا الحيوانات. تمام انا متابع وبعدين تمام انا بشكر سيادتك على هذا الاستشاره. العفو يا فندم. في حاجه ثانيه عايز تقولها؟ طيب ماشي ايوه بس اللي عند حضرتك طلب بعد اذنك. اتفضل. في عندي شويه شجر بس في المرحله اللي الثانيه جايه، انا عارف انت دلوقتي بتتكلم في الانتاج الحيواني ماشي. طيب الشجر وعد مني الاعداد هيعرف مشكلتك ايه ويتابعها مع الزراعه. ما خلاص زي ما تابعنا الطب البيطري والطب البيطري كلمك واحنا عرفنا منهم الرد هتلاقينا بنتابعك في الزراعه. وبشكر مدير مديريه الطب البيطري على التواصل مع حضرتك. يا دكتور النهاردة النسبة الفايدة حضرتك قلت لي 5% متناقصة، بسيطة متناقصة بسيطة متناقصة. الجزئية الثانية بقى، الأول كان شراء وتسمين، هل لغاية النهاردة هو شراء وتسمين ولا شراء فقط ولا شراء تسمين؟ وتغذية. شراء وتغذية. يعني من في مربي بيبقى عايز يشتري فقط، في مربي عايز يغذي فقط، في مربي عايز يشتري ويغذي، ففي شراء وقيمة الأعلاف سواء كان محلي أو كان مستورد. تمام. يعني في النوعين دول متوفرين لغايه دلوقتي؟ طبعا موجودين. طيب العجول المستورده على اي اساس بيتم اختيارها وليه وايه اسباب دخول عجلات مستورده من الخارج؟ طب عجول ولا عجلات؟ طيب الاثنين. احنا بنستورد الاثنين. يعني بمناسبه العجول المستورده، اولا لا يتم استيراد راس واحده من الخارج الا طبقا لاحتياجات البلاد. تمام. ولا يتم الاستيراد بشكل عشوائي على الاطلاق سواء كانت عجول او عجلات. خليني اقول لحضرتك ان في لجنه استراديه اللي هي مشكله بقرار دوله رئيس الوزراء 2080، ودي يمكن تم تكلفه من قبل معالي وزير الزراعه خلال الاسبوعين اللي فاتوا لدراسه الوضع الراهن بالنسبه للانتاج الحيواني والثروه الحيوانيه ومدى وجود فجوه وما هي نسبه الفجوه. تمام. عايز اقول لحضرتك يمكن اللجنه اجتمعت برئاسه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعه للثروه الحيوانيه والسمكيه والدجنه، وتم الموافقه على استيراد 52500 راس من العجول البقريه للذبيح الفوري من دوله السودان الشقيقه و44000 راس للتسمين والتربيه عجول بقريه من دول الاتحاد الاوروبي ودول اخرى، مع 70000 راس من الاغنام
منهم 25 ألف رأس فقط من دولة السودان الشقيقة. تمام. أولا زي ما قلت لحضرتك بيتم الموافقة على الاستيراد نتيجة احتياجاتنا، ولا يتم استيراد رأس واحدة إلا لو كنا بالفعل محتاجينها، ولا يتم الاستيراد إلا طبقا لكافة ضوابط واشتراطات ومعايير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتتم عليها كافة الإجراءات البيطرية اللازمة سواء كانت في دولة المنشأ أو في المحاجر هنا داخل البلاد. عايز أقول لحضرتك إن يمكن ما تم موافقة على استيراده دوت بيحقق كافة رغبات الإخوة المستهلكين والجموع الشعب من ضمن استعدادات الأضحى. ولكن إحنا على مدار السنة دايما بيكون عندنا دراسة كافية لتوفير التوازن وعمل توازن في الأسعار وثبات واستقرار في الكميات والأسعار. ويمكن إحنا شفنا كده خلال جائحة كورونا، ويمكن كلام حضرتك في البداية قد إيه إن الشعب المصري بيكثف من إنتاجه وبيزود من إنتاجه. يمكن في بداية جائحة كورونا لما معالي وزير الزراعة طالب الشعب المصري العظيم بعدم التزاحم والتكالب على المنافذ التسويقية، لأن هي الوزارة مسؤولة عن توافر الغذاء للشعب الكريم، وخاصة يمكن البروتين الحيواني بمصادره المتعددة والمتنوعة المختلفة. يمكن فعلا شفنا في الوقت اللي كانت دول العالم حوالينا تعاني من مشكلات تتعلق بنقص كميات غذاء أو عدم استقرار في الأسعار، الحمد لله احنا كان عندنا إنتاج وفير وعندنا ثبات في الأسعار. يمكن خليني أقول لحضرتك في مطلع 2020 من خلال الحصر الدقيق للثروة الحيوانية اللي تم في بداية 2020، كانت تنبؤاتنا وتوقعاتنا أن احنا إنتاجنا يغطي احتياجاتنا ب 52%، وبالتالي يتم استيراد 48% من الخارج في صورة سواء كانت رؤوس حية أو لحوم حمراء. ولكن مع نهاية السنة زاد إنتاجنا ليغطي 58% من احتياجاتنا ونستورد فقط 42%. ده بيدل لحضرتك على قد إيه المشروعات القومية التي تتبناها الدولة وتراها وزارة الزراعة بيدل على الفرص التمويلية والدعم اللوجستي والفني والمالي اللي بتوفره الدولة والوزارة. والحمد لله يمكن في عز جائحة كورونا، ويمكن كمان في المواسم اللي بيزداد فيها الطلب على الاستهلاك المواد ذات الأصل الحيواني المتنوعة سواء كان لحوم أو بيض أو دواجن أو أسماك أو ألبان وما خلافه، الحمد لله احنا كنا بنلبي الطلبات وبنغطي الاحتياجات الحمد لله. استاذ عمرو من المرفيه اتفضل. السلام عليك يا سامح بيه. السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وسعادتك طيب وحضرتك بالصحه والسلامه بخير، والناس كلها المحترمه بخير، وعيد سعيد على الجميع يا رب. امين. معليك انا من الناس اللي شغاله في الثروه الحيوانيه. ايوه. وتقابلت مع الدكتور طارق سليمان ومعالي الوزير في الهيئة العامة للاستثمار، ووعدونا بحاجات كثيرة جديدة تشتغل مع المربي الصغير. أيوة. احنا عايزين سعادتك اللي اتقال يتنفذ. اللي هو ايه؟ قول لي، عرفني بس بالراحة كده، قول لي انت طلباتك ايه؟ طلبات يا فندم، انا كراجل شغال في الثروة الحيوانية عايز الزراعة تبصلي في ايه؟ انها تمديني بسلالات نظيفة كويسة احسن من خلالها منتج الألبان بتاعي ويعود عليها بهامش ربح كويس. طب لحظة واحدة بس، نقطة أناقشهم مع حضرتك. طيب. هو حضرتك من مربي من منتج الألبان؟ أيوة. لا، أتكلم بس بالنسبة إحنا بالنسبة للسلالات النظيفة لما نتكلم، أو السلالات معذرة عالية الإنتاجية المتخصصة في إنتاج الألبان، إحنا السنة دي أو السنة اللي فاتت وافقنا على دخول البلاد 18 ألف عجلة متخصصة في إنتاج الألبان عالية الإنتاجية. وكمان عملنا حساب الإخوة صغار المربين أو صغار المزرعين في استيراد ما يسمى بعجلات تحت عشار، وديت بتبقى ثنائية الغرض متخصصة في إنتاج الألبان واللحوم عالية الإنتاجية، مقارنة بالسلالات المحلية سعرها أفضل يمكن 50-60% من السلالات المتخصصة. إزاي يا دكتور طارق عشان هو يوصل له؟ إدارة زراعية لحضرتك، وعندك حوالي 350 إدارة زراعية منتشرين على مستوى الجمهورية. يا حاج عمرو، أنت قدمت على إن أنت تحصل بنك زراعي أو فرع بنك أهلي بالنسبة حاج عمرو، أنت قدمت على إن أنت تحصل على هذه العجلات؟ أيوة يا فندم. قدمت فين بقى؟ قدمت تابع البنك الزراعي. في البنك الزراعي ردوا عليك قالوا لك إيه؟ قالوا لي نستنى شوية على ما يجي لنا المبادرة أو الموافقة على المبادرة. انت قدمت امتى؟
الكلام ده من حوالي 3 اشهر. من 3 شهور بس. طيب ده دي الجزئيه الاولانيه. الجزئيه الثانيه ايه اللي انت بتقوله؟ بس استسمحك معلش، انا هتواصل معاك لان فعلا ممكن يكون في بعض العوائق الثانيه او العوامل الثانيه هو حضرتك ما قلتهاش، وهنعرفها وهقولها على الهواء. في محددات، في مقارنات. اصل هو في جزئيه انا كنت بسال الدكتور بالنسبه للضمانات يا فندم. يا عمرو بيه، عمرو بيه، انا بتناقش معاك وهنتكلم وهسالك في جزئيه مهمه جدا. انا كنت بسال الدكتور طارق قبل ما حضرتك تتصل، كنت بساله عن الاستيراد. هو اتكلم في الشق الاول اللي هو لتلبيه احتياجات المستهلك، لكن وزاره الزراعه والدوله قامت بعمليه الاستيراد لاصناف جديده محسنه عشان تحسين السلاله المصريه. البنك بقى طلب ضمانات منك ايه؟ تمام، قول لي. والله انا تحت امرهم انفذ لهم طلباتهم كلها. هو قالوا لك ايه على الضمانات؟ قالوا لك ايه في البنك؟ الضمانات موجوده يا فندم بالنسبه للارض. طيب علشان بس اعرفك حاجه، انت بتقول انا قابلت الدكتور طارق سليمان وقابلت معالي الوزير في هيئه الاستثمار ووعدونا بحاجات يا ريت تتنفذ. معنى ان انت رحت البنك وقدمت وقالوا لك احنا منتظرين اعتماد الكشف، لان هو لما بيروح المربي يقدم، انا كسامح عبد الهادي رحت اقدم على قرض مش هيقول لي خد اتفضل، ده في كشف طبعا بيتم اعتماده بميزانيه وليكن مثلا مليون جنيه مثلا فيها 5 اسماء، فهو البنك بياخد اجراءاته وبيخطر حضرتك عشان تشتري او تاخد من المحجر اللي موجود فيه دي الحيوانات دي موجوده فيه. اذا الوعد اللي وعده يا فندم. ايوه يا ريت ما يكونش الاسعار غاليه. بص حته تحديد السعر انا بس، انت كده بتختلق يا ريت، يعني انت بتقول يا ريت، انت اكيد لما رحت سالت في البنك عرفت ايه الاسعار. فالنقطه اللي حضرتك عايز اقول لحضرتك الاسعار بالنسبه للاستيراد اسعار عالميه، ووزاره الزراعه بقدر ما الامكان مش جهه ربح. خلوا عمرو معايا لان عمرو انا عايز اناقشه وعايز يقول كل اللي عنده. بص يا استاذ عمرو، اتفضل يا فندم. معنى ان انت رحت البنك وابتديت قدمت اوراقك وقالوا لك الحيوانات موجوده، اذا الوعد اللي حضرتك بتقول معالي الوزير والدكتور طارق سليمان وعدوك بيه اتحقق. تمام، ايه المشكله بقى؟ عايزين ارض زراعيه نقدر من خلالها، او ارض استصلاح صحراوي نقدر من خلالها نوفر الاعلاف الخضراء للموارد. انا مش مسؤول عن كده، اللي مسؤول عن كده الجهات اللي موجوده في الدوله اللي معنيه بالمشاريع الزراعيه، روح قدم فيها. انت بتربط الثروه الحيوانيه وتقول لي يا ريت يوفوا بعدهم عشان تاخدني جزئيه ارض. بشكرك يا استاذ عمرو. السلالات بقى دي الجزئيه اللي انا يعني هدفي من السؤال عن الاستيراد سالت. طب انا بالنسبه للاستيراد لما اتكلم على العجول والعجلات بالتحديد، اتكلمنا على العجول وبيتم الاستيراد طبقا لمتطلبات وطبقا للفجوه ان كانت موجوده، وبيتم استيراد العجول انا قلت التابعه من خلال جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه والمشروع القومي للبتيلو، وكمان بيتم من خلال جهات أخرى قطاع خاص. وقلنا على الأعداد اللي تم استيرادها الفترة الأخيرة من قبل اللجنة الاستيرادية بتوجيهات من معالي الوزير. نتكلم على العجلات، في نوعين من استيراد العجلات، في عجلات متخصصة في إنتاج الألبان وديت بتبقى عجلات عشار بتيجي للمزارع النظامية، يمكن إنتاجها من الألبان يفوق تقريبا على الأقل 5 أضعاف انتاجنا من السلالات المحلية. بالنسبة لصغار المربيين بيتم استيراد ليهم ما يعرف بالسلالات ثنائية الغرض، دي بيكون القيمة السعرية بتاعتها أقل، يمكن 50-60% من السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان بتكون احتياجاتها الغذائية والرعائية تناسب صغار المربيين، وديت بيتم استيرادها بالفعل لصغار المربيين. يمكن كمان حضرتك عارف ان الاهتمام الغير مسبوق من القياده السياسيه بمراكز تجميل الالبان، ودوت خلانا بنركز مراكز تجميل الالبان مش مجرد مراكز تجميل الالبان، ده بيسبقها اهتمام بعده قطاعات منها استيراد السلالات المتخصصه في انتاج الالبان او ثنائيه الغرض لصغار المربيين، بيسبقه الاهتمام بالرعايه البيطريه والصحيه للحيوانات المسؤوله عن إنتاج اللبن، بيسبقوا اهتمام بالدور التوعوي الإرشادي لصغار مربي ماشة اللبن ومنتجين الألبان اللي هم تقريبا يمتلكون يمكن من 60-80% من جملة ما لدينا من ثروة حيوانية من ماشة لبن، بيسبقوا عملية الاهتمام بالنواحي الغذائية والرعائية والبيطرية والصحية والفحوصات التي تجرى على حيوانات اللبن من كافة الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية، وأخذ المساحات والفحوصات للاستوصاك من وجود لبن
او من جود حيوان منتج للبن خالي من اي امراض او مسببات مرضيه. عمليه الحليب بتتم ازاي في ظروف افضل؟ عمليه نقل اللبن سريعا من مكان الحليب الى مراكز تجميع الالبان في فتره زمنيه قصيره جدا وفي اواني لا تتفاعل مع الالبان. لاول مره كمان بيتم تفعيل او عقد بروتوكول ما بين وزاره الزراعه ووزاره الانتاج الحربي والبنوك المموله لوضع اليات تنظم المشروع القومي لمراكز تجميع الالبان. ويمكن لاول مره لا مراكز تجميع الالبان دي ملف كبير قوي هنقاش معاك وهاخد جزئيه جزئيه لان ده شيء مفرح لينا كلنا كمصريين. استاذ محسن من البحيره اتفضل. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. ساعتك يا فندم العجول اللي بتستوردوها من بره دي بتجينا هنا عايزين باسعار مريحه. لا هي هي غاليه. لا لا مش غالي خالص. لا معلش لا بس هو بيقارنوها بالبلدي. سامع هي الاسعار ودايما اقول في فرق بين اسعار رخيصه. اسمع بس يا حاج محسن احنا معاك عادله يا حاج محسن. فرق كبير قوي بين كلمه اسعار رخيصه سواء انت هتشتري او هتبيع. احنا نسعى ونعمل ونهدف الى اسعار عادله مش رخيصه. لا هو برضو يا دكتور طارق انا عايز اتكلم معاه في حاجه وحضرتك اللي ترد. يا حاج محسن. يا نعم. وطي التلفزيون موطيه. تمام. انت النهارده لما بتشتري عجل انتاجه في الالبان ضعف الانتاج اللي موجود عندك في السلالات المحليه. تمام. ده هيبقى سعره زي ده؟ لا ما انا عاوز السعر مريح عشان الاكل عندي غالي. اسمعني يعني بس اسمعني. ما هو انت هتدخلني في قصه الاكل. احنا بنتكلم دلوقتي على المصنع اللي بياكل. ما ده بياكل وده بياكل. اللي انت بتاكله 20 كيلو مثلا علف ده برضه القطعه الثانيه هتاكل 20 كيلو بس دي هتديك انتاج اعلى من دي. يبقى دي سعرها هيبقى زي دي. برضه ما هي الدكتور طارق بيقول لك ايه الفلاح صغيره يا حاج. اسمعني بس يا حاج. يعني الرقفه انك انت يبقى العجله مثلا ب 30,000 مش تبقى ب 50. ما هو في حاجه انت عايز. خليني بس برضه انا وضحت كده تاني ان في اسعار عالميه وان وزاره الزراعه ملهاش اي مصلحه وما بتاخدش اي قرش من ورا ولكن بتقدم كافه الخدمات وفي خدمات كتير بتتم بالمجانا قدر المستطاع بتقدمها وزاره الزراعه من ناحيه الرعايه من ناحيه الفحوصات من ناحيه تسهيل اجراءات الاستيراد من ناحيه الحجر. كل ده بيتم مجانا من قبل وزاره الزراعه ولكن تحديد السعر ده سعر عالمي. وزي ما قلت في نقطه عايز اقول لك يا حاج محسن وليس رخيص. يا حاج محسن. يا نعم يا باشمهندس. لو انت ما عندكش المقدره على الحفاظ على هذا الحيوان ما تشتريهوش. اولا السلالات المستورده دي محتاجه مكان مناسب للتربيه، محتاجه تغذيه كويسه، محتاجه برامج تحصين. مش هجيبها اشقيها. وبعدين الدوله كمان ما بتقدمها ب 5% و 5% ديت ولا حاجه. يعني انت عندك فرصه ان انت تشتريها بالقسط. يعني انت عندك فرصه تشتريها بقرض بفايده 5% لو انت الفلوس او المبلغ كله مش كامل في ايدك. فانت بتروح تقدم في الاداره الزراعيه او في البنك الزراعي وتشوف اجراءاتها ايه. لو في مشكله الدكتور طارق سليمان مكتبه مفتوح. طيب ماشي. اقتنعت ولا انا كلامي غير مجدي؟ انت احسن واحد. انا بشوف البرنامج بتاعك على طول. انا بتعلم منكم. انا مش احسن واحد ولا حاجه بس انا ممكن اقفل معاك واقول لك لا او لا. انا بناقشك وانا بقتنع من الفلاح بكلامه لان بشوفكم بتشتغلوا وعندكم وطنيه وعندكم وعي. فانا بتعلم من حضراتكم. انا بقول لك النهارده لما انت تشتري حاجه انتاجيتها هتكسبك جنيه غير حاجه انتاجيتها هتكسبك 10 جنيه. وده بياكل وده بياكل. لو قلت لي العلف غالي هقول لك ما هي الثانيه بتاكل نفس العلف الغالي. فانهي ليك انت مجزي. بشكر حضرتك. دي جزئيه مهمه قوي ان الفلاح يبقى عارف ان انا بدفع ليه الفلوس في دي. هي مش رخيصه. هي فعلا لو قارناها احنا اتفقنا ان سواء كانت عجلات عشار متخصصة من سلالات عالية الإضرار متخصصة في إنتاج اللبن أو عجلات تحت عشار للإخوة صغار المربين، أولا بيتم الاستيراد طبقا لمبادرة البنك المركزي لو الإخوة المستفيدين أو المربين عايزين يجيبوها بفايدة 5% وعلى عدة سنوات من 3 لـ5 سنوات مع فترة سماح. بالنسبة لحيوان التسمين زي ما قلنا برضه ب 5% بسيط متناسق. الفلاح كان بيقول إيه دايما وأنا برضه كنت بقول الكلمة. مش الغالي ثمنه فيه؟ هو ثمنه فيه واكتر بس طبعا. احنا مش بندافع عن سعر لان وزاره الزراعه ما بتكسبش. وزاره الزراعه على هدف ان هي تنمي الثروه الحيوانيه.
الدولة مش عايزة تكسب منك الجنيه أو 2 جنيه، ده القرض ب5% متناقص. فالهدف إيه النهاردة؟ حضراتكم أنا موجود معاكم في الأراضي الزراعية وفي المحافظات المختلفة، ده الكلام اللي أنتوا قلته لي ومش قادر أنساه. المزارع الكبيرة فيها حيوانات مستوردة نفسنا فيها، ما بيرضوش يدوها لنا، ما حدش بيرضى يبيعها لنا، لأن هو عاوز يحافظ على دي ميزة عنده موجودة في مزارعه. فالنهاردة وزارة الزراعة لما بتستوردها لتحسين الثروة الحيوانية ورفع الإنتاجية داخل البلاد، الهدف ليس الربح، ما بنتاجرش. حتى ملف توفير اللحوم أثناء فترة الأعياد أو في تلبية احتياجات السوق، وزارة الزراعة ما تستوردش بنفسها، وزارة الزراعة بتمنح الموافقة الاستيرادية طبقا للشروط وطبقا للخريطة الوبائية العالمية. عندها دول دي بنستورد منها، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ودول محظورة. فوزارة الزراعة ما بتستوردش، هي بتمنح الموافقة الاستيرادية، تسهل وتيسر وتبسط، بتشتروا حاجة طبقا للإجراءات المحجرية والبيطرية والصحية. طيب معنا أحمد من الجيزة الأول، اتفضل يا استاذ أحمد. ازيك يا استاذ سام، عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، اهلا وسهلا. الحمد لله. حضرتك كنا عالمين على الضحيه الجاموسي بكام؟ مالها؟ الكيلو بكام دلوقتي؟ انا ما ببيعش ضواحي، بس هحاول اعرف لك واقول لك. بشكرك. حاج محمد من الوادي الجديد، اتفضل. السلام ورحمه الله وبركاته. بحيي حضرتك يا باشمهندس على البرنامج الجميل، وبحيي الدكتور الجميل اللي حاضر معاك النهارده، دكتور طارق سلمان مشرفنا، رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه. على فكره انا كنت بنزل معاه، بيشتغل بايديه مع الناس وبيتابع كل صغيره وكبيره في قطاع تنميه الثروه الحيوانيه. تمام يا فندم. وعلى فكره بقى النقطه الثانيه، محافظه كبير. الوادي الجديد بتتمتع بطبيعه جميله وبناس طيبه، فانا انا اللي بشكرك على تواصلك معانا. ربنا يخليك يا باشمهندس. اتفضل، عايز اسال عن ايه؟ حضرتك وعلى مجهودك الكبير. حضرتك انا بسال على القرض للانتاج الحيواني، انا رحت البنك الزراعي. ايوه. في الفرافره هنا. ايوه. اللي موجود عندهم قرض، مش انا عايز، انا عايز البنك يجيب لي هو المواشي نفسه. عايز تاخد المواشي من حته، ف الدكتور طارق هيقول لك على الاجراءات. حاضر. مش انا مش عايز قرض حضرتك. يدوني يديني مواشي، يمول لي المواشي نفسها. لو انا مثلا اخد سواشي وانا عايز فعلا يكون تنفيذ، ما انا ممكن اخد الفلوس واعمل بقى اي مشروع تاني. طيب، هي نقطة كويسة اللي انت بتتكلم فيها دي. هو حضرتك لو محتاج، واضح ان هو محتاج رؤوس تسمين مستوردة للتسمين، هنا الخدمة الوطنية زي ما قلت لحضرتك بيتم الاستيراد. بشكرك يا استاذ محمد، تابعنا من التلفزيون لان الصوت بعيد، انت في الوادي الجديد وفي الفرافرة، وانا فاهم السؤال ده والدكتور طارق سليمان فاهمه اكتر مني. هو هيتقدم لاقرب اداره زراعيه او مديريه زراعه او بنك زراعي قريب منه، ويطلب القرض الخاص بالبيتيلو المستورد، ودوت بالفعل بياخد رؤوس، ما بياخدش في الفرافرة. موجوده فندم على مستوى الجمهوريه. على مستوى الجمهوريه، على مستوى الجمهوريه طبعا. وانا هتابعك وهدي رقمك للدكتور طارق، هيكلف حد يتابع معاك لغايه لما نشوف انت عايز ايه ويتم تنفيذه. انا طبعا ان شاء الله بشكرك والله يا دكتور طارق على هذا المجهود. يعني احنا وضحنا اكتر من جزئيه دلوقتي علشان نفك الاشتباك ده. بيقول لك المستورد احنا يا ريت نقرب سعره. هو موضوع مش فصال، ده سعر عالمي وده سعرها، احنا بنستوردها من الخارج، وزاره الزراعه ما بتكسبش فيها. الهدف تحسين السلالات ورفع الانتاجيه. لسه بدري، منورني يا دكتور. موجود مراكز تجميل الالبان، هذا الملف عندما تحدث فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شعرت اننا لدينا رئيس يعي كل كبيره وصغيره في الدوله المصريه. حقيقة. تحدث عن مصلحه الصناعه والمواطن والمربي الصغير. تقييم هذا الملف، ولكن هاخد شاكر الاول من الجيزه قبل ما اتكلم عن مراكز تجميل الالبان. اتفضل يا استاذ شاكر. ايوه. الو. ايوه حضرتك، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الو. طب بشكرك يا استاذ شاكر. شوفوا يا جماعه في الاعداد محتاج ايه وتواصلوا معاه. ملف تجميع مراكز تجميع الالبان، هو من خلال الحصر الدقيق اللي تم للثروه الحيوانيه في يناير 2020 تبين ان لدينا 826 مركز لتجميع الالبان على مستوى الجمهوريه في 14 محافظه. وباقي المحافظات محرومه من وجود مراكز تجميع الالبان. مراكز تجميع الألبان هي المنافذ التسويقية للإخوة صغار مربي ماشية اللبن، اللي هم يمتلكون من 60-80% من جملة ما لدينا من ثروة حيوانية. وبالتالي كان القرار الوزاري 94 لسنة 2020 بتنظيم تراخيص
تشغيل مراكز تجميل الألبان لتصبح تحت رعاية الدولة وعناية الوزارة طبقا للمواصفات القياسية. ثم تم التواصل والتنسيق ما بين معالي وزير الزراعة ومعالي محافظ البنك المركزي لإدراج مراكز تجميل الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لرفع كفاءة تلك المراكز وإنشاء مراكز جديدة لتجميل الألبان في المناطق التي يتمركز فيها مشية لبن أو صغار مشية صغار مربي مشية الألبان وتفتقر إلى وجود مراكز لتجميل الألبان. تم استثناء أصحاب مراكز تجميل الألبان من الشكل القانوني للتمويل والإقراض للتبسيط والتيسير على عملية تمويل أصحاب مراكز تجميل الألبان. تم عقد بروتوكول ما بين وزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربي والبنوك الممولة لتنظيم آليات العمل في مراكز تجميل الألبان أو تطوير مراكز تجميل الألبان. لأول مرة بيتم تصنيع المعدات والآلات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميل الألبان صناعة وطنية من قبل الإنتاج الحربي بفترة ضمان أطول تمتد إلى 10 إلى 20 سنة بسعر أفضل وبجودة أفضل. طيب. عايز أقول لحضرتك كمان أن يمكن معالي وزير الزراعة بيوافق على أن وزارة الزراعة بتنشئ 10 مراكز جديدة لتجميع الألبان في المناطق التي يتمركز فيها صغار مربي ماشية اللبن وتفتقر إلى وجود مراكز تجميع الألبان لتكون نموذج يحتذى به لأصحاب مراكز تجميع الألبان. شفنا في سوهاج وأسيوط والمنيا والطور والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والفيوم. شفنا توجيه فخامة رئيس الجمهورية بتحمل الدولة تكاليف شهادة الاعتماد لمراكز شهادة الاعتماد الدولية أو الجودة لمراكز تجميع الألبان، وهي بتبقى 50 مركز 50,000 جنيه تقريبا لكل مركز يتم تطويره، وده تشجيعا لأصحاب مراكز تجميع الألبان للإقدام على تطوير ورفع كفاءة مركز. ممتاز. أستاذ أيمن من الجيزة تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا باشمهندس سامح حضرتك. أهلا وسهلا بيك. أولا أحب أشكر قناة مصر الزراعية على المجهود الجبار اللي هي بتقدمه للمزارعين. بشكرك يا فندم. ربنا يكرمك. سؤالي بخصوص الأغنام اللي هي المستوردة زي العسافي والبور. لو فهم. أنا كمربي مثلا حبيت أنا أضحي غيري أو أنا أو غيري أو أي شخص كان. لو حبيت اشتري السؤال دي ممكن اشتريها منين؟ لان ما فيش تواصل ما بين الجمعيات والاهالي. طيب بالنسبه للاغنام تابعنا من التلفزيون. استاذ هلال من اسكندريه اتفضل. شكرا استاذ سامح، بحييك وبحيي الدكتور طارق وكل سنه طيبين. وحضرتك بالصحه والسلامه. دلوقتي انا ليا استفسار، يعني انا اولا بثني على الدعم اللي قدمته الدوله في خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا في مشروع البتل، شيء كويس. طبعا. لكن دلوقتي احنا عندنا يعني ملاحظه ان الاسعار السنه دي اتغيرت عن السنه اللي فاتت. اسعار ايه يا باشمهندس هلال؟ اسعار الحيوانات الحيه سواء كانت اللي هي الناتج عن مشروع البتيلو او عموما يعني الاغنام والابقار والجاموس. أيه. تمام تمام. فطبعا بعد الدعم ده المفروض مش ان الاسعار تستقر، ما تبقاش كده. خليني راجع تابعني من التلفزيون علشان بس الاسعار. تمام. راجع الاسعار ويقارنها بالسنه اللي فاتت. زائد ان انا باكد للمره الثالثه نحن نسعى لسعر عادل وليس رخيص. طيب. ومع ذلك قارن الاسعار باسعار السنه اللي فاتت ان شاء الله هتكون ان لم تكن افضل هتكون مساويه لما كانت عليه السنه. طب امتى الوزاره هتعلن عن اسعار الحيوانات انتاج مزارع القطاع؟ يا باشمهندس هلال. ايوه. حضرتك مهندس زراعي وانا عارفك صح؟ ايوه عارفني وعارفك كويس. انت بتقول في مواشي في مزارع قطاع الانتاج. مين المسؤول عن الاعلان عنها؟ المنافذ التابعه ل قطاع الانتاج. ودي بيتم اسمعني بس يا باشمهندس هلال. انت عارف ان في حاجه اسمها سعر علف وفي وتغذيه وده كله بيتكلم وده وفي حاجه اسمها مقارنه باسعار السوق. يعني اسمعني يا باشمهندس هلال انا مش هقفل النهارده. لو انا الكوبايه دي بجنيه
كوزاره الزراعه لو هي هتوفرها المطلوب منها ان هي توفرها ب 10 ساخ ولا في حاجه اسمها متوسط سعر؟ متوسط طبعا. بس يا باشمهندس في ظل ارتفاع اسعار الاعلاف ده الاداري مين اللي قال ان الاعلاف سعرها انخفض؟ ما ارتفاع، انا بقول ارتفاع. طب ارتفاع اسعار الاعلاف مين اللي بيحدده؟ مين اللي بيحدده؟ المفروض العرض والطلب. مين؟ العرض والطلب. لا الاعلاف سعر عالمي يا باشمهندس، حضرتك مهندس زراعي. كمات. حضرتك مهندس زراعي يا باشمهندس سلال، بشكرك. ارتفاع اسعار الاعلاف بيتم تحديدها طبقا للسوق العالمي، احنا بنستورد لغايه دلوقتي الذره. بنستورد بعض الخامات اللي بتخش في صناعه الاعلاف، ودي طبقا للاسعار العالميه بيتم تحديدها. طيب استاذ احمد من بورسعيد اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ المشكله مش في الاعلاف اللي غالي، يعني الفلاح هو عنده فلوس وعنده كل شيء، بس الاعلاف هي اللي غاليه. لو الاعلاف اسعارها متعاود يا استاذ احمد، استاذ احمد اللي بيحدد سعر الاعلاف احنا للاسف بقالنا سنين بنستورد. دلوقتي في زراعه تعاقديه للتوسع في زراعه الذره، ده مش هيحصل في يوم وليله. خلينا نتكلم في الاعلاف يا استاذ سامح لو سمحت. طيب اولا بشكرك، تابعنا من التلفزيون. اولا احنا قلنا اسعار الاعلاف بيحددها احنا نستورد بعض الخامات الاعلافيه التي تدخل في صناعه الاعلاف والمواد الاوليه، وطبقا لاسعارها بيتم تحديد السعر. انا بس عايز اسال حاجه ثانيه مهمه جدا. انا اسف على المقاطعه، انا بعتذر. هل وزاره الزراعه بتستورد اعلاف؟ لا، تسهل وتيسر وتبسط. لماذا نحمل نفسنا ما لا طاقه لنا به؟ لا بس النهارده في حاجه اسمها لازم اوضح يا استاذ سامح ان حضرتك ان عمليه الرقابه الصارمه الدقيقه على صناعه الاعلاف وتداولها وتخزينها وصناعتها من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجنة والمركز الإقليمي للأغذية والإعلاف وشرطة البيئة والمسطحات ومديريات الزراعة المتخصصة بشكل غير مباشر ومباشر، بنوفر أعلاف عالية الجودة تحقق أعلى معدلات أداء سواء كان إنتاجي أو تناسلي أو مناعي، وبالتالي بنرخص من أسعار الأعلاف بشكل غير مباشر. الرقابة، دور وزارة الزراعة ودور الدولة عموما الرقابة وضبط السوق. احنا عندنا عدد كبير من مصانع منتجه للاعلاف، وده بيخلق نوع من التنافس في مصلحه المربي. النقطه الثانيه اللي المهندس هلال قالها وعمل مقارنه ما بين اسعار اللحوم هذا الموسم والموسم اللي فات، هفكرك بحاجه بس صغيره تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. عند بدء تطوير مراكز تجميع الالبان، في بعض الناس خدوا القرار ده يطبقوه غلط، وقال لك انا مش هستلم اللبن من المربي، فابتدت تحصل حاجه اسمها مذبحه الاناث، فدي خفضت سعر اللحوم الحمراء في السوق. ده الكلام ده من سنوات، معلش الكلام ده من سنوات، من سنوات مش فحصل انهيار في السعر. فابتدينا نقول المربي يشتكي يقول لك انا بخسر. احنا من مصلحتنا ان المربي يكسب ويكون في سعر عادل. ليه؟ عشان الراجل ده لو كسب الدوره دي الموسم اللي جاي هيشتغل وهيزود الانتاج بتاعه، فالسعر على الاقل يستقر. يعني احنا في المرحله دي الهدف يا دكتور طارق ما اظنش ان احنا نخفض. عايز اقول لحضرتك عدم وجود سعر عادل والسعر لا يحقق هامش ربح للمربي او المنتج هيهجر الصناعه. كل مربي او منتج يهجر الصناعه بيكلف الدوله الكثير، لان المفروض انك انت تستورد مكان هذا المربي اللي هجر الصناعه وترك الانتاج. طيب في مربي متصل اتصل سال عن الاغنام المستورده، هل احنا فعلا بنستوردها؟ احنا بالفعل استوردنا عدد من سلالات الاغنام والماعز من الخارج لبعض الجهات القطاع الخاص، وممكن حضرتك يتواصل برضو مع قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والدجنه على ارقام الواتساب 0155 862 6681 او 0155 862 6682. قولوا تاني، 155 0155 8 6 6 8. طيب على ما نكتب الرقم او نجمعه. الاستاذ خالد سعدون احد اصحاب مراكز تجميع الالبان، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. الاول بمناسبه 30 يونيو وحضرتك بألف صحه والناس كلها بألف خير وسلام. الدكتور طارق سليمان موجود معايا على الهواء اهو، وبنتابع ملفات الثروه الحيوانيه اللي من ضمنها تطوير مراكز تجميع الالبان. كيف استفدت من هذه المبادره ودور وزاره الزراعه في دعمكم؟ طبعا
طبعا يعني كل الشكر لاستاذنا الفاضل الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الانتاج الحيواني والداجيني. شغل باين جدا، مش محتاج ان انا اوضحه او اقوله. انا اذكر بس في عجاله يعني دور القطاع او دور وزاره الزراعه في الوحده اللي موجود، بما اني احد العاملين في المجال ده، في مجال تحديدا مراكز تجميع الالبان. يعني طبعا في طفره كبيره من اول ان احنا كمراكز تجميع ما كانش لنا تايتل او ما لناش مسمى داخل الهيئات، كانت لنا رخص، جزء في التنميه المحليه، جزء في وزاره الصناعه، جزء في هيئه التنميه الصناعيه. الكلام ده كله القطاع طبعا او وزاره الزراعه وحدت الكلام ده كله، وبقينا تحت رعايه وزاره الزراعه، بقى لنا مسمى واضح في وزاره خاصه بينا، بقت بتقدر تدافع عننا، تقدر تتكلم عنا، سواء كان مع المصانع، سواء كان تقديم الدعم لنا والمساعده، سواء الدعم اللوجستي او الدعم الفني او المادي، حتى عن طريق مبادرات البنوك او المبادره الرئاسيه ل 5%. ده حاجات كلها ساعدت في اننا نقدر ان احنا نطور معداتنا ونطور من ادائنا والوقت في التكاليف والحاجات اللي موجوده بالنسبه لنا، لان تكاليف التشغيل كانت ارتفعت علينا بشكل كبير جدا يا استاذ سامح. المعدات اللي كنا بنتعامل بها طبعا كانت معدات قديمه، يعني موديلات طبعا كلها استيراد جايه من الخارج، بتبقى خدت فتره زي ما بيقولوا فتره الكفاءه بتاعتها، هم خدوها بره وبتباع لنا باسعار ممكن تكون اقل شويه، ولكن كفاءتها ومصروفها عالي جدا، سواء كان عن طريق السولر او سواء كانت في الكهرباء. يعني انتم كنتوا بتشتروا او بتستوردوا او بيجي لكم معدات قديمه بتزود عليك المصاريف بتاعتك، لان هي اساسا متهالكه، بتسحب كهرباء اكتر، بتسحب سولار اكتر لو هتشتغل بيها. النهارده وزاره الزراعه وفرت لك التكنولوجيا دي. طبعا. طيب ده عدم مردود على المربي الصغير لما حصل تطوير لمراكز تجميل الالبان، هل المربيين استفادوا؟ هرد على حضرتك في النقطه دي، ويمكن طبعا استاذنا الدكتور طارق سليمان والاخوه في وزاره الزراعه او المعالي الوزير علي النائب، كل الاخوه في وزاره الزراعه كلهم صراحه تعاون بشكل واضح جدا للجميع. دور مراكز تجميع الالبان يعني هي بالنسبه للفلاح او للمربي الصغير يا استاذ سامح، هي تعتبر البنك اللي في كل مكان خاص بالمربي الصغير. أي. بمعنى المربي لما يكون عنده مثلا بقرتين او ثلاثه او اربعه، اللي هو نقدر نقول دول بيمثلوا 60 او 70% من مربي الثروه الحيوانيه في مصر. وان كانت الارقام طبعا مع استاذنا الدكتور طارق يقدر لو في اي تعديل هو يوضحه، دول هم المحركين للثروه الحيوانيه في مصر. صح. لما بيكون في مراكز تجميع البان باجهزه قويه تقدر تستوعب من الراجل او من المربي اي كميات عنده، ده بيساعده على حاجتين. اولا انه يزود في عدد الرؤوس اللي عنده، بدل ما هو شغال في 5 رؤوس ممكن يبقى 10 و15، لانه بقى لاقي قناه يصرف فيها المنتج بتاعه. دي رقم واحد. رقم اثنين الدعم اللوجستي، عن طريق ان انا بقدر اساعده كمركز تجميع، اوفر له عن طريق المبادرات اللي موجوده وعن طريق وزاره الزراعه، بان انا ادي له قصات ستانلس يحلف فيها عشان منتجه ما يبص ويبقى منتج امن، ادي له حلابه كاريلو تكون انتاج محترم يقدر انه يخف بها العماله والعدد اللي عنده عشان ما يبقاش فيه مجهود عنده في التربيه. يعني احنا النهارده بقى في خدمات متوفره للمربي تزود استثماراته، النهارده بقى رابطينه معانا بالطب البيطري، وانت كمركز تجميع البان مش هتستلم البان من اي جهه غير معلومه، لازم يكون المربي ده مسجل عندك. طبعا في تتبع، عايز اقول لحضرتك في تتبع وفي سجلات ومعروف المربين والموردين للالبان، وزي ما قلت لحضرتك ان الهيئه العامه للخدمات البيطريه وكل وحداتها واداراتها البيطريه بيكثفوا قوي من عمليات الفحوصات الواجبه واللازمه على ماشيه اللبن عند صغار مربي. بشكرك يا استاذ خالد وبالتوفيق، بشكر حضرتك. ده جانب من مردود الشغل اللي انتوا عملتوه. كان ناقصنا الاراده السياسيه، بقت متوفره دلوقتي الحمد لله. انطلقتم يا دكتور. طبعا الاراده السياسيه في ملف جميل قوي، وملف التوسعات بالنسبه للمزارع. يعني ايه او ملء الفراغات؟
طيب هو تم عمل حصر للثروة الحيوانية وللطاقات الاستيعابية والإنتاجية للمزارع، وتبين أن معظم المزارع بتعمل يمكن بطاقة إنتاجية فعلية أقل من 30% من طاقتها الكلية أو الاستيعابية، و 70% طاقات معطلة. هنا المنشآت موجودة والخبرات موجودة والمعدات موجودة، ولكن يمكن صاحب المزرعة أو مالك المزرعة محتاج فقط تمويل علشان يقدر يكمل الطاقة أو عدد رؤوس العمل. تم عقد بروتوكولات ما بين وزارة الزراعة والبنوك الممولة لاستكمال الطاقات الانتاجية لهذه المزارع ب5%، ولكن من سلالات محسنة وراثية، سواء كانت بقى للتسمين أو لإنتاج الألبان. يمكن برضو دي مردودها واضح مع المشروع القومي للبتيلو ومع مراكز تجميل الألبان، وظهرت أولا إحنا إنتاجنا من الألبان الحمد لله السنة دي زاد مقارنة بالسنة اللي فاتت. الفجوة أو وارداتنا من اللحوم يمكن زي ما قلت لحضرتك في 2020 كان تنبؤاتنا وتوقعاتنا طبقا للحصر اللي عندنا الدقيق للثروة الحيوانية ان هيكون انتاجنا 52%، وارداتنا من الخارج في صورة رؤوس حية او لحوم حمراء 48%، لكن بنهاية السنة الحمد لله زاد انتاجنا الى 58% وقل وارداتنا الى 42%. ده شيء ممتاز. انا بتذكر مع حضرتك وحضرتك بتتكلم بذكريات قبل ضخ قرض البتيلو، كانت ارتفاع اسعار اللحوم بتتجه الى الجنون، وكنا مقبلين على شهر رمضان، وكان كبار التجار بيقولوا هتقفز. كان في الوقت ده وصلت ال 200 جنيه في بعض الاماكن و 150 جنيه في الاماكن اللي هي نقول عليها الشعبيه، وكنا في انتظار ان هي تقفز كمان. لكن بعد الجهود اللي قامت بيها الدوله والمكثفه في كل الاتجاهات، احياء قرض البتيلو، استيراد اللحوم المجمده، استيراد العجلات وذبحها في المحاجر الحدوديه، ده كله ادى الى استقرار العجول وذبحها. انا عايز اقول لحضرتك كمان الحصر الدقيق للثروه الحيوانيه، واصبح لدينا دلوقتي الحمد لله خريطه واضحه للثروه الحيوانيه على مستوى الجمهوريه. يمكن ديت من اول واهم الملفات اللي اشتغل عليها معالي وزير الزراعه فور توليه مهام الوزاره مع السيد نائب الوزير، كان حصر للثروة الحيوانية والثروة الدجنة. والحمد لله يمكن تم حصر للثروة الحيوانية من مركز لمركز ومن بيت لبيت على مستوى الجمهورية، وأصبح لدينا خريطة واضحة مع وجود قواعد بيانات سليمة وصحيحة بتقدر تتخذ وتدعم من اتخاذ القرار السليم والمناسب. ودوت الحمد لله الواضح دلوقتي لا بيحصل إغراق للحوم، وبيتم تماما الحفاظ على المنتج والمنتج او الناتج المحلي، ودوت اللي باين الحمد لله من ثبات واستقرار في الكميات وتوافر الكميات المتاحه والمعروضه واستقرار في اسعارها. استاذ سيد من الشرقيه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا باشمهندس اهلا وسهلا. الله يسلمك. كنا بس عايزين نستفسر من الدكتور طارق عن اللي هي بتاع تجميع اللبن ديت، مراكز تجميع الالبان، مراكز تجميع الالبان في المناطق اللي هي جاء عندنا ديها استاذ سامح، ما فيش موجود في المناطق دي خالص. انت في شمال سهل الحسينيه صح؟ مش انت مش انت الحاج سيد جمعه؟ اصل صوتك مميز يا حاج سيد. يعتبر بيشحتهم ايه؟ ما يعني اللي عنده شويه لبن بالنسبه للمربين الصغار اللي انت بتتكلم حضرتك عليهم، ما يعني ما فيش اسعار خالص، يعتبر بشحاته كام يا حاج سيد؟ عشان انا احنا قلنا ان مراكز تجميل الالبان يمكن من احد اهدافها هو الحفاظ على صغار مربي ماشي تلبن منتجين الالبان، صعبه هو في وبالتالي استقرار الاسعار. لا احنا هننزل له في خلال يومين على الاكثر، من النهارده يومين على الاكثر، وبتنزل لجنه فنيه متخصصه من وزاره الزراعه. خليك معايا يا حاج سيد، تتوجه اليك حضرتك يا دكتور طارق. خليك معايا، عايز اتكلم معاك يا حاج سيد. فنيه متخصصه من وزاره الزراعه هتتوجه اليك يا حاج سيد مكان اللي انت فيه، وحضرتك هتحدد المكان اللي عايز تعمل فيه مراكز تجميل الالبان، ويتم دراسته وعمل الدراسات الفنيه اللي ايوه الدراسه. انا بقى هستكمل معاك الدراسه على الهواء يا حاج سيد. تعداد الثروه الحيوانيه عندك تقريبا قد ايه؟ الناس اللي بتنتج البان يعني يا فندم، في اللي عنده 5 هكتار 6 يا حاج سيد. انا عارف المكان ده وجيت لك علشان انتوا عندكم مشاكل كتير، انتوا ما عندكوش تعداد ثروه حيوانيه كبير،
انت عندك في ناس اللي عنده قطعة او اتنين، فهل تظن ان احنا نعمل مركز تجميع البان يتكلف ملايين الجنيهات علشان في الاخر هو هيجمع 100 ولا 200 كيلو؟ بشكرك حاج سيد. لا يا استاذ سامع، ده منطقه كبيره جدا، يعني في جنوب سهل الحسنيه وفي شمال سهل الحسنيه. طيب الدكتور بقى طارق ذكر نقطه جميله احسن مني ومن كلامي. اتفضل. هتيجي لجنه تعين المكان ويشوفوا تعداد الثروه الحيوانيه. تعمل يا فندم دراسه فنيه كامله متكامله وتسويقيه علشان احنا قبل ما نقدم على عمل مركز تجميع الألبان أو مساعدتك في عمل مركز لتجميع الألبان، بنشوف إن المكان دوت فعلا يستوعب، وبعدين عندك الطاقة بتاعتك قد إيه؟ هل هي 5 طن؟ هتشغل المكان؟ ولا 2 طن ولا أكتر؟ بشكرك يا حاج سيد، بشكر حضرتك. الحاج عبد العليم من الفيوم اتفضل. السلام عليكم، ازيك يا فندم؟ السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك الشرطار. يا أهلا يا حاج عبد العليم. حضرتك كنت بناخد رقم التليفون الشرطار دلوقتي ونسيه. عايزين كم رقم؟ لا ما نسيتش خالص الرقم بتاع العجلات بتاع اسامي البقرات اللي هي البقرات المميزه لانتاج الالبان. وعايز الابقار وعايزين الماعز، رقم تواصل لحضرتك كنت هتقول. احنا قلنا 0155 انا بنساه. بشكرك يا حاج عبد العزيز. 0155 862 0 862 0155 862 6681 او 82 0155 862 6681 او 82. هقوله مره كمان، الاعداد يكتب ورايا عشان يكتب على الشاشه بارقام واتساب. 0155 862 6681 او في الاخر 82. 0155 862 6681 او 82. ده ارقام ايه يا دكتور؟ ده واتساب قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والدجن. ما تتصلوش وتقولوا ما ردوش علينا، ده الواتساب. وهنتصل بسعادتك ابعت رسالة اقل من 24 ساعة بندرس الطلب ونرد عليك في خلال اقل من 24 ساعة، يتم التواصل المباشر. رحلة جميلة، بشكرك على وجودك معايا، فعلا اسعدتني النهاردة لان انا كنت شاهد عيان على ما تم في السنوات الماضية بالنسبة لتنمية الثروة الحيوانية. ربنا يوفقكم. بشكرك الاستاذ الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه، شكرا جزيلا. كل سنه وحضرتك طيب وكل الساده المشاهدين بخير. كلمه اخيره، السعر العادل في مستلزمات انتاج، يعني في اعلاف، في سعر للماشيه، في مصاريف داخل المزرعه وهامش ربح للفلاح، ده السعر العادل. انخفاض الاسعار وهبوطها بشكل مفاجئ يؤدي الى خساره عند المربي. النهارده هستفيد كمستهلك، وما اظنش انها توصل لك الاستفاده، الاستفاده هتبقى للتاجر. الموسم اللي بعده الاسعار هترتفع. تصبحوا على خير.